اوعاك تنسى يا زين، ما تقوليش يا ماما. عارف انت ربنا بيحبك يا ولدي، انت اكتر عيل محظوظ في البلد. ليه يا ماما؟ العيال كلهم عندهم ام واحده، انت عندك امين، اني وناديه. بس ما جت ام واحده بس. قولي يا بطل، لو العيل اللي جه في بطني ده جه واد، هتسميه ايه؟ لو واد سميه طه. اشمعنى يعني؟ على اسم الشيخ اللي في الكتاب اللي بيحفظني القرآن. ربنا يحفظك بحفظه يا ولدي. طب افرض جهد بيت، هنعمله ايه؟ لو بيت سميها نادية على اسم ام الله يرحمها. الله يرحمها. يا حبيبي يابا، يا حبيبي، مش قادر اصدق اني مش هشوفه تاني. ربنا رحمه يا امين. ايه، عايزاه يعيش مريض طول العمر؟ اللي خلقه ناداه ابوكي دلوقتي، زمان عايش في قصر في الجنه، وهيبني لنا قصر على الارض ان شاء الله. منين وكيف؟ من ورثك يا ولي. ورثي؟ ده حق في الأرض من ورث أبوي، ما يجيش 100,000 جنيه. واللي يعملهم لك مليون في 6 شهور. أنت اتقبلت ولا اتجننت يا هتلر؟ كنت عملتهم أنت من ملاليم اللي رماهم لك إخواتك من ورث أبوك، بدل ما كنت تصرفهم على النسوان والخمر. أنت لسه بتقولي ملاليم، بعدين ساعتها كنت طايش. دلوقتي عرفت منين تؤكل الكتف. لا، إيش ضمني ال 100,000 جنيه ما يدعوش؟ أنا عايز أربي ولدي. يا هبلة يا هبلة، ما هو كله علشان خاطر ولدك وولدي. عايزاه يعيش في البنك اللي احنا عايشين فيه ده طول العمر. فكري يا أمينة، فكري. فعلي يوم القتل ليه يابا؟ يوم انا اللي تموت وتسيبني؟ عشان امك ما كانتش بشر، امك كانت من الملائكه. الملائكه ما بيقعدوش كتير على الارض، لازم يطلعوا فوق عند العظيم، عند ربنا. ها، عملت ايه مع اخواتك؟ هيدولك حقك ولا طلعوا عندها؟ اخواتي ما طلعوش عندها زي اخواتك يا هتلر. طب الحمد لله. هتاخدي فلوس ولا ارض؟ هيدوني فلوس. ما خدتيش ارض ليه؟ كنت جبت لك فيهم قرشين زياده. يا هتلر، الارض مش بتاعتي وحدي، بتاعت انا واخواتي، ولازم تتباع عشان تقسم علينا. موفر البيع والشراء. انت لسه برضه ناوي على اللي في دماغك؟ يا أمين، الموضوع ده مرسوم ومحسوم وعلى التنفيذ، مش ناقص غير القرشين اللي معاكي، والمرة الصح تقف في ظهر رجلها. واعملي حسابك يا أمينة، القرش في الموضوع ده هيرجع الطاقة 10. هعيشك في النعيم يا منية النفس، ونخرج من القبر اللي احنا عايشين فيه ده. طب سيبنا فكر تاني يا أمينة. تاني وتالت يا هتلر، سيبنا فكر. فكر. فكرتي هتلر؟ طبعا عارف يا صالح الطار اللي بين عيلة زينهم وبين عيلة عبد الصمد. عارف يا بيه. وعارف إن عيلة زينهم وقع منها 5 شباب وعيلة عبد الصمد 4. وعرف ان عيلة زينهم بيفكروا ازاي يقتلوا الخامس من عيلة عبد الصمد. لو حصل ده صالح البلد هتولع.
ربنا ما يجيب ولعه. بس اللي حضرتك ما تعرفوش ان عيلة زينهم وعيلة عب صمد هيتقابلوا النهارده عندي في المنظرة. ازاي؟ كيف حصل ده؟ الحمد لله بنعمة وفضل من ربنا. العيلتين بيحبوني وبيحترموني وبيقدروني. مش بس كده، انا كمان لقيت الحل. حل؟ حل ايه؟ كبير عيلة عب صمد قال قدام البلد كلها انه مستعد يدفع اكبر دية عيلة زينهم توافق عليها. والله لو ده حصل تبقى عملت معجزة كبيرة. اعتبره حصل يا بيه. أبويا الله يرحمه قال لي لو حكمت بين الناس بشرع ربنا وبالأصول الحديد هيلين في يدك. الحمد لله، اعتبرها مشكلة وخلصت. افتحوا الباب. اتفضلوا. على قد ما كنت حزنان على اللي حصل ما بينكم، على قد ما انا فرحان انكم تحت سقف واحد دلوقتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عيلة عب صمد قدام البلد كلها جنحوا للسلم. ربنا عز وجل قال إيه؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. صدق الله العظيم. علشان كده اكتب. عايز عيلة زينهم تقول ورايا. نشهد الله العظيم، نشهد الله العظيم اننا عفونا عنكم وعن عائلتكم وليس في قلوبنا حقد ولا غل ولا ضغينة، والله على ما نقول شهيد. والله على ما نقول شهيد. كبير عيلة عب صمد كيف ما شفنا قدام البلد كله قال ايه؟ قال مستعد ان ندفع اي دية. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. اكتب. ولقد قررنا على ان تكون الدية 1,000,000 جنيه يتم توزيعها على اولياء الدم حسب ميراثهم الشرعي من الضحايا. عيلة عب صمد يقول ورايا. تبنا الى الله. تبنا الى الله. ورجعنا الى الله. ورجعنا الى الله. وعزمنا على الا نعود الى المعاصي ابدا. وعزمنا ان نعود الى المعاصي ابدا. يا حاج عب سطر احنا بنقول ايه؟ عزمنا على ان نعود الى المعاصي. احنا بنعمل ايه؟ وعزمنا الا نعود الى المعاصي ابدا. الا نعود الى المعاصي ابدا. والله وكيل شهيد. الفاتحه. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان.